بالرغم من تحرير الاستثمار وتبسيط الإجراءات ومنح مختلف الامتيازات، غير أن ترويج المعلومات الاقتصادية والمناخ الاستثماري للأجانب لم يرقى إلى مستوى التطلعات حسب مراقبين رئيس الجمهورية. وخلال زيارته لمختلف عواصم العالم المهمة، منح الأولوية للملف الاقتصادي وهي خطى لاستقطاب رؤوس الأموال. على إعطاء المعلومة الاقتصادية لكل المتعاملين في العالم الذين يرغبون في الاستثمار في الجزائر، من أجل إعطاء الصورة الجديدة أو هذا البناء الجديد الذي تبناه السيد رئيس الجمهورية من خلال الجزائر الجديدة، التعريف بكل هذه التحولات. أعتقد بأنه دور مركزي بالنسبة لسفاراتنا التي يجب أن تنتقل من سفارات تهتم كثيرا بالجانب الإداري والبيروقراطي إلى سفارات تهتم أكثر بجذب الاستثمار، تهتم أكثر بالتعريف بصورة الجزائر. ممثلو الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج والهيئات الوسيطة مطالبون اليوم بالترويج للجزائر كوجهة للاستثمار والرفع من مستوى الشراكات واستقطاب الشراكات الأجنبية المباشرة. ما يخص المرافقة السفارات والشامب دو كوميرس، حنا نطلب منهم باش يكون يبذلوا مجهود أكثر ويرافقوا التعليمات اللي جاتهم من السلطات العليا تاع البلاد، لأن داروا قوانين ما شاء الله كما قلت لك، ولازم يعني يتخلاوا على العقلية الإدارية اللي مازال مالوروزمون مازالت عندهم. لازم نطلبوا منهم بسرعة في التنفيذ، كما رانا نشوفوا كيما نسافروا نصيبوا الغرفة التجارية الآخرين، يعني ما شاء الله يكون عندهم السرعة يواكبوا بلوتو المستثمرين اللي يجوا في البلاد، يرافقوهم، يوقفوا معهم، يسهلوا لهم. تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بتكثيف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية والمزايا والتحفيزات التي تقدمها الجزائر للأجانب.